طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018. الفيديو ده خاص بحملة الأمل للترشح رئاسة الجمهورية 2020. والحقيقة الواحد شايف أنه في كمية بتاعت مواضيع بتلهي الناس عن مشاكلهم الأساسية وعن قضاياهم الوطنية في السودان، مواضيع بتكون هايفة وما عندها أي معنى. أرجو أنه الناس تعمل شير للفيديو، لكن بتشغل حيز كبير جدا جدا، ونحن عندنا اصلا يعني قلة بتاعت وعي، بالتالي الناس ما بتكون عارفة الاولويات بتاعتها او ما بتهتم بها بصورة عامة. فانا قررت انه اعمل الفيديو ده على اساس انه ازيد الوعي بقضايا الناس الاساسية والمشاكل بتاعتهم في حياتهم. انا السؤال بتاعي الدار اطرحه اسي، ونفسي انه الناس يتناقشوا فيه في حملة الامل وفي غيره، انه كيف المواطن السوداني العادي المسكين الطيب المجتهد بيدعم قوة دولية، بيدعم دول كبرى في العالم وفي المنطقة، وهو ما بيكون ما عارف. يعني الحكومة بتاعتنا بتقول، حكومة السودان بتقول انه والله احنا قاعدين ندعم السلع الأساسية، وطبعا الكلام ده اصلا كلام فارغ، لانه انت بتدعم السلع الأساسية معناها شنو؟ انت بتشيل من الناس قروش في شكل ضرائب، في شكل جمارك، في شكل عوائد، في شكل أتاوات، بتشيل ضرائب مركبة وضرائب في القيمة المضافة، في الكهرباء، في الموية، في كل الحاجات. انت كحكومة، انت إدارة، انت في النهاية بتاع كل اللي بتعمله بتدير الموارد بتاعت الناس عبر الوزارات وعبر الهيكل الحكومي. فكونك انك انت في سلعة بتدفع لها قروش، فانت بتدفع لها قروش من قروش الناس نفسهم، انت ما قاعد تجيب قروش من بيتكم وتدعم بها سلعة. فما حكايتين والله خلينا ندعم السلعة دي، ونحن قاعدين ندفع والبنزين رخيص في السودان وفي كل العالم بتاع، انت قاعد تشتري زيك زي باقي الناس يعني. وبالعكس، انت البنزين بتاعك يا عمر البشير ولا اي وزير في الدنيا ولا رئيس الوزراء، انت بنزينك قاعد تاخده مجانا على حسابنا نحن. القصة بتاعت انه احنا بندعم السلع ولا بندعم الخدمات ولا الكلام، كلام فارغ، لانه انت في النهاية مهمتك الاساسية ان توفر للناس خدمات وسلع وغيره بأفضل مهنة. لكن أنا كلامي وين؟ كلامي في أنه قصتي أنه بندعم السلع دي، ده كلام فارغ. لكن أنا ده الهايبوسيس بتاعي حاليا، الادعاء بتاعي أنا أنور، بقول أنه المواطن العادي السوداني المسكين، الزول اللي بيجر له دردقة ولا ست الشاي القاعدة في شارع ولا بتاع، ديل بيدعموا أمريكا وبيدعموا السعودية وبيدعموا كل الدول اللي هي ممكن تكون حكومتنا السودانية بتحاول تتقرب لها زلفة. كيف؟ انا هرجعكم لمسالين، المسالين ديل موجودين وموثقات. المسال الاول هو اشاده الحكومه الامريكيه بتعاون الحكومه السودانيه معها في ملف محاربه الارهاب عبر جهاز الامن والمخابرات الوطني السوداني. بالتالي ان احنا اخواننا في السودان بتاعنا نحلل القضيه كالتالي: ان احنا في السودان، انا وانت واي مواطن سوداني، بندفع من ميزانيتنا نحن أكثر من 70% للأمن والدفاع كل سنة، بتمشي في شكل مرتبات للضباط، بتمشي في شكل عربات، آليات، أسلحة، صفقات بتاعت سلاح إلى آخره. العصارة بتاعت الكلام ده، أفضل ضباط عندنا وأفضل ناس استخبارات وناس أمن وغيره بتدربوا بيسووا عشان يطلعوا في النهاية معلومات. المعلومات دي أخواننا بنشيلها إحنا، نديها للأمريكان كده في طبق من ذهب، وهم يقوموا يشيدوا بينا، يقولوا يا سلام على السودانيين، والله يعني والنعم في السودانيين، ادونا معلومات ودعاهم ونعرف ملف الارهاب. الكلام ده جاي من وين؟ جاي من انه حكومتنا اصلا عملت اخطاء امنيه واخطاء سياسيه خلتها لازم في النهايه تكون يدها ملويه وتحاول تتخرب للناس باغلى ما عندها. العصاره بتاعت يعني المعلومه، نوليدج از باور، المعلومه انت كحكومه بتخليك انت في وضع قوي. فبالتالي احنا 70% من ميزانيتنا بتمشي الامن والدفاع. الأمن والدفاع خلاصة الخلاصة بتاعت المعلومات اللي بيجمعها في خلال سنة من الميزانية بتاعتنا احنا كشعب، بديها لمنو؟ بديها للأمريكان مجانا. يبقى القروش دي جاية من وين أصلا؟ 70% دي جاية من وين؟ مع الميزانية بتاعتي أنا ده وبتاعتك انت يا مواطن، يا محمد أحمد، يا مسكين، يا خديجة، ويا كلتوم، يا القاعدين بيكشوكم انتوا في 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 الدرداقة بتاعتكم ولا في الشاي بتاعكم، عدة الشاي بتاعتكم، ولا في الفارش ليه وخدار ولا كده. يبقى بالتالي احنا قاعدين ندعم المخابرات الأمريكية، بالتالي بندعم أمريكا. المواطن السوداني العادي، ما بتكلم عن الحكومة، لأنه لما نيجي راجعين لأس الموضوع، في النهاية دي قروش بتاعت كل مواطن ومواطنة سودانية. إجمالاً المحل ده عبارة عن ممتلكات بتاعتنا، حاجتنا نحن.
ده المسألة الأول. المسألة الثانية، كيف المواطن العادي اللي هو صاحب الدرداقة ولا صاحب الست الشاي ولا هنادي، كيف تدعم دولة غنية زي السعودية؟ كيف يعني؟ برجعكم لشخصية يعني اتطفى الكلام حولها بسرعة في السودان، الإعلام كتم الموضوع سرعة، اللي هو الفريق طه الحسين. الفريق طه الحسين ده يا أخوانا كان بيلعب دور بتاع عميل مزدوج من داخل أكثر موقف حساس في الدولة السودانية، اللي هو مدير مكاتب، مش مكتب واحد، مكاتب رئيس الجمهورية. مكاتب رئيس الجمهورية كانت ما بين المؤتمر الوطني للحزب الحاكم وما بين القصر الجمهوري اللي هو الحتة بتاعت إدارة الدولة السودانية كلها. الزول ده كان قاعد، وعلى حسابنا نحن، على حسابي وحسابك انت يا مواطن يا سوداني يا مسكين يا كلتوم يا محمد أحمد، على حساب كنتو يعني بيعمل رحلات مكوكية، يلاقي الرئيس ترامب ويلاقي منه يلاقي منه في النهاية عشان الحاجات دي لمصلحة منه. أسي وين الفريق طاها؟ طبعا بكل أسف إنه كل الحاجات دي مرت بسلام، وعمر البشير سيرفايفد، يعني عمر البشير ما حصل له أي حاجة، يعني ما في زول اتهم عمر البشير بأنه خاين لأنه عين له زول خاين، ما في زول قال نطالب بأن عمر البشير يمشي عشان الحادثة دي. بس الحادثة دي كان ممكن تطير فيها رؤوس كثيرة جدا جدا. يعني ما الحادثة بتاعت إنه والله وزير يتكلم مع مواطن ما بطريقة ما كويسة، ولا في زول والي خدع رئيس الوزراء، ولا بتاع دي الحادثة اللي بتطير فيها الرقاب. فيبقى بالتالي أنا وإنت يا مواطن يا سوداني يا مسكين، إحنا دعمنا دولة غنية زي السعودية، محتاجين نحن تدعمنا، نحن ندعمها في المقابل بأنه معين الله جواسيس في أعلى حتات سيادية بتمس أمن الدولة السودانية. فكروا في الموضوع وخلونا نتناقش فيه يعني. السلام عليكم.